كانت صداقات تشارلز في الأندية الأدبية لا تقل غرابة عن مجريات حياته، فقد قابل في أحد مقاهي سان فرانسيسكو شخصاً متحمساً وصف له بفتات الخبز خريطة بلغراد بدقة، وتكلم بحماس عن تلك الأيام الخوالي التي كان يقصف فيها بلغراد. لم يكن يعلم هذا الشخص أنه يتحدث مع تشارلز التي كان طفلاً تحت أنقاض تلك الويلات والقصف. ثم نمت بينهما صداقة ومراسلات، وكان هذا الصديق هو الشاعر ريتشارد هيوغو. رسالة إلى سمك. عزيزي تشارلز، هكذا تقابلنا مرة في سان فرانسيسكو، وأعرف أنني قصفتك منذ زمن طويل في بلغراد عندما كنت في الخامسة. أية لغة كنت تتحدث وقتها؟ أصربية على ما أعتقد. وماذا كان عقلك يفعل بالعواء الرهيب للقنابل؟ ما هي كلمة خوف بالصربية؟ يجب أن تكون هي الكلمة نفسها بالإنجليزية. عويل بدائي طويل لأطفال يحتضرون، نظرة طفل مثبتة للأبد في الموت. عزيزي تشارلز، أنا سعيد أنك نجوت من القنابل وأنك تعيش معنا الآن وتكتب القصائد.